الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله حين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا وسلي بسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفر طول ما تشاءتنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الأفعال هذه ترجمة. ندخل بقى على إيه صاحب الدين صلى الله عليه وسلم عشان نرطب شوية المساء. الأفعال هذه ترجمة. فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. هيقسم دلوقتي النظر في أفعال النبي ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم مما نقلته الصحابة. فعل النبي عليه وسلم إما أن يكون على وجه الطاعة أو لا يكون. ماشي. فإن كان على وجه الطاعة قربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. يبقى ما يصدر منه من الطاعة قد يكون خاص فيحمل على الاختصاص إن دل الدليل مش برضو تحكم مش بالعقل المجرد وإنما النظر في الأدلة عن طريق العقل وعن طريق الاجتهاد يقول لنا لا هذا فعل خاص بالنبي يبقى لا أفعله. ماشي. كزيادته في النكاح على أربع نسوة سمى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزيادته على أربع نسوة هو فعل طاعة ولكنه خاص بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد السيدة خديجة إلا بسبب عليه الصلاة والسلام. إما أنها يعني زوجها قد استشهد وليس لها عائل أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكرم صديقه سيدنا أبو بكر الصديق أو كذا أو كذا. هتجده في كل واحد قصة. فكان كل زيجة للنبي صلى الله عليه وسلم عن طاعة وعن امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وعن تحقيق لمقصد شرعي. لا كما يقول أولئك الجهلة بالشريعة من غير المسلمين إنه كان رجل استغفر الله يقولون لفظ لا يليق. لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كهؤلاء الرجال الذين يكسروا من النساء المجرد الاستمتاع أبدا حاشاه صلى الله عليه وسلم وإلا فهو صاحب مهام عديدة وهو كان كامل في رجولته صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن هذا هو المقصد فقط بل هناك مقاصد شرعية وآداب النبي صلى الله عليه وسلم علمها لأمته حتى نتعلم منه صلى الله عليه وسلم. ده جانب برضو مهم علينا أن نعرفه الأسباب التي يعني كانت سبب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من امرأة. طيب قال وإن لم يدل بديء دل الدليل على أنه مثنى وثلاثة ورباع خلاص يبقى ده زيادة النبي دي إيه خاصة به. فإن دل الدليل على وإن لم يدل دليل لا يختص به في حاجة سقطة ولا إيه عندكوا إيه اقرأ كده اللي عندك كزيادة في النكاح على أربعة نسوة وإن لم يدل دليل لا يخص به لأن الله لا يخص به. ماشي عندي زيادة بس. طيب وإن لم يدل دليل لا يخص به ما ينفعش إن هو الأصل عدم الخصوصية الأصل عدم الخصوصية والخصوصية هذه لابد لها من دليل
عشان نقول ده فعل خاص بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نتبعه عليه لابد من دليل، وإلا فالأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لنا حتى نقتدي به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحاب. الفعل الذي لا يدل الدليل على الاختصاص يبقى يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يعني إذا رأيت النبي عمل حاجة أول ما يحمل عليها يحمل الوجوب، يبقى ده واجب، فعل واجب. صلوا كما رأيتموني أصلي، شفت أفعاله في الصلاة يبقى ده الأصل فيه أنه هو الوجوب في حقه وحقنا، يعني واجب في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا نحن المسلمون بعده. ماشي، ده رأي، لأنه الأحوط. ليه؟ لأن إحنا نعمله إذا عملناه وأوجبناه خرجنا عن عهدة المطالبة. ومن أصحابنا من قال يحمل على الند، لا، في ناس قالوا لا، رأي تاني إن هو مندوب. كل ده خلي بالكم مستحضرين المقسم أنه في الطاعة، ما يصدر منه في مقام الطاعة، لسه هنيجي في ما لا يكون طاعة كالأكل والشرب اللي هو العادات. لكن إذا كانت صلاة أو صيام أو شيء أصله قربة وطاعة يحمل ما أول ما يحمل عند بعضهم على الوجوب وعند البعض على الند. ماشي، قالوا من قال يحمل على الند لأنه المحقق بعد الطلب. ماشي، طبعا يشمل حاجات كتير، لأنه صلى الله عليه وسلم هذا الفعل فعل مجمل منه صلى الله عليه وسلم. يعني مجمل، أنا مش عارف هو صريح في الوجوب ولا في الندب. فقالوا لا، ده الوجوب ده يحتاج إلى دليل صريح، فإذا لم يكن هناك دليل صريح على الوجوب ولفظ يدل على الوجوب حمل على الندب. فالندب هنا هو المحقق بعد الطلب، خلاص إذا لم يتضح لي أن هذا من الواجب انتقلنا للرتبة اللي بعد كده، يبقى أقل ما يكون من أفعال النبي هو إيه؟ هو الندب. واضح؟ طبعا في الفقه بيبقى أسهل، يعني في الفقه ما أنت عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فأي شيء هيفعله النبي صلى الله عليه وسلم في خمس صلوات دول هم من الفريضة فيحمل على الوجوب. الفعل نفسه أصل الفعل واجب، واضح؟ لكن بخلاف ذلك يبقى عندنا المرتبة المتأكدين منها بعد هذا الواجب اللي هو إيه؟ الندب. إذا لم يتضح لنا أن هذا واجب فالرتبة التي بعده هي إيه؟ الندب. ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة على ذلك، لا أنا لا وجوب ولا ندب، أنا هتوقف لغاية لما يتضح لي إما دليل على الوجوب أو دليل على الندب. ماشي، كل ده يعني حرص منهم واحتياط على أن ألا يقولوا في شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ليس هو كذلك، لا، هو لابد أن نتوقف حتى يتبين لنا ونجمع الأدلة حتى يتضح لنا تماما المراد من فعل النبي، هل هو الوجوب أو الندب أو الإباحة. طيب، فإن كان على وجه غير وجه القربة لا يكون، يعني غير الطاعة، ماذا نفعل؟ فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، أول حاجة يحمل عليها الإباحة. يعني إذا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يأكل صلى الله عليه وسلم بيده هذا مباح، فإذا أكلت بآلة فلا بأس، لم تترك السنة. ماشي، لأن هذه في أحد التقسيمات يقول لك في سنة الهدي وفي سنن زوائد، تقسيم كده. سنة الهدي التي فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول افعل كذا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تشربوا الماء من وقوف،
ماشي؟ فإذا شربت من جلوس فأنت قد امتثلت أمر النبي. إذا كان في أمر للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده من سنن الهدي. إذا لم يكن لا هناك أمر ولا نهي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الفعل من غير أن يبين، فهذا من السنن اللي هو المتعلق بالعادات. زيه صلى الله عليه وسلم وملابسه صلى الله عليه وسلم، نعله الشريف، كيف كان يفعل في شعره صلى الله عليه وسلم، الاكتحال، كل الحاجات دي ما يتعلق بالعادات. الشافعية قالوا إن هذا على الإباحة إلا ما فيه أمر أو نهي ينتقل بقى. لكن أي فعل ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ملابسه، في شكله، في شعره، في نعله إلى آخره، في طعامه، في شرابه، على الإباحة. ماشي؟ ما يجيش حد يدعي أن هذا الفعل، لا ده الفعل ده مندوب لأن النبي فعله، لا. من أي جزء؟ هل هو من الطاعة أو من غير الطاعة؟ العادات. إذا كان من العادات هو مباح، الأصل فيه الإباحة. زي إيه؟ زي الأكل باليمين. الأصل في الأكل باليمين والشمال أنه مباح لأنه متعلق بالعادات وليس من جنس العبادات. الأكل عبادة ولا عادة؟ عادة، لأن الكافر بيأكل والمسيحي بيأكل والمسلم بيأكل، كله بيأكل، فهو من العادات مش صلاة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهاني عن الأكل بالشمال، لا، تحول الأمر بقى من الإباحة إلى الندب أو الوجوب على خلاف. واضح؟ يبقى إذا جرينا على قاعدة التي قالها في أفعال النبي وأنه كان يأكل بيمينه صلى الله عليه وسلم وينتعل بيمينه إلى آخره، وكان يقدم اليمين، دي حكاية فعل. إذا جاء فقط هذا الحديث قلنا إن الأكل باليمين هذا يعني الأصل فيه أنه مباح، فإذا أكلت بشمالك فليس بحرام ولا مكروه، إلا أن يعني يلحظ إنسان ملحظ يقول لك لا أنا عايز مطلق الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، هياخد ثواب على نيته كما كان يفعل سيدنا عبد الله بن عمر، فكان يفعل كل فعل النبي. ماذا؟ أين كان يمشي؟ كان يمشي مثله، يجلس عند شجرة يروح يجلس عند الشجرة دي، عايز بيحب النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ ثواب على هذه المحبة وعلى هذا الامتثال. لكن من حيث أصل الفعل، الفعل مباح، تجلس هنا، تجلس هنا، تلبس بدلة، تلبس سرواء، أي شيء مباح. لكن لما تعلق الفعل أو تعلق هذا المباح وتعلق به أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بقى في لفظ بقى حوله من دائرة المباح إلى دائرة المندوب أو الوجوب على خلاف. ناس قالت واجب وناس قالت مستحب، الشافعية على أنه مستحب. فالقاعدة عند الشافعية أن كل أمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب في القرآن متعلق بشأن العادات فالأصل فيه أنه للندب، الأصل فيه أنه مندوب. والنهي إذا تعلق بالعادات الأصل فيه أنه إيه؟ للكراهة. فجم إخواننا الشافعية وجم في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي في طريق الناس، يعني قضاء الحاجة في طريق الناس، وقال اتقوا الملاعن الثلاث. نهى عن التخلي يعني قضاء الحاجة في طريق الناس. فالشافعية على أن هذا الفعل مكروه. ليه مكروه؟ لأنهم جروا على قاعدتهم القائلة بأن كل فعل متعلق له علاقة بالعادات، وقضاء الحاجة ده من العادات قطعا وليس من العبادات، يكون مكروه، النهي فيه يكون للكراهة. فجه سيدنا الإمام النووي الرجل الكبير بتاعنا، جه قال لا، عمل الآتي، نقل المذهب زي ما هو وقال والله مذهبنا الكراهة لكني أرى أنه حرام. رأيه كده. ليه يا سيدنا الإمام؟ بص بقى الراجل وفهم، قال والله عشان النبي قال لعن الله،
لعن ما تجيش مع المكروه، لعن يبقى حرام. ده ربنا سيدنا النبي يقول لعن، ده مصيبه، يبقى ما ينفعش يبقى مكروه. واضح؟ يبقى الامام النووي عمل حاجتين، نقل المذهب وقال الامانه العلميه تقتضي ان انا اقول المذهب الشافعيه كذا، بس هو مش قادر عايز يقول حاجه فقال كده، واراه حرام. ليه؟ لانه تعلق بلعن، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عايز يمنعنا تماما منه، هيبقى حرام. ماشي؟ فده بالنسبة للأفعال، مطلق الأفعال إذا تعلق بأمر أو نهي يبقى الأمر للند والنهي للكراهة. ومنه اللحية، الشافعية قالوا بأن اللحية مندوبة، يعني ترك اللحية كده على السنة هذا مندوب، وحلقها مكروه. ليه؟ كفل الشر، ده فيها حديث واثنين وثلاث وفروا قالوا هي مندوبة لأنها متعلقة بشأن العادات، وكل أمر جاء لأمر العادات فهو مستحب. قاعدتهم كده، هيعملوا ايه؟ بيفهموا الدين كده بقواعد منضبطة، مش بيفهموا بعقولهم يلا مش مهم. طيب قال: فإن كان على وجه غير الوجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل البصل والثوم، يبقى حرام الأكل؟ لا، مباح. النبي ما كانش يحبه عشان رائحة، وكذلك الضب الذي أكل في حضرته قال لا عاف. قالوا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ليس حرام. عزكم الله لو شفتوا فعلا هتقولوا صلى الله عليه وسلم، مش هتاكلوه يعني، شكله مقزز. واقرار صاحب الشريعه على القول من احد هو قول صاحب الشريعه، يعني اذا صدر من احد من صحابه رسول الله قول في حضره النبي والنبي اقره، كان هذا القول ايه؟ صدر من النبي مباشره. واضح؟ يبقى اذا صدر كلام من أحد الصحابة، قول من أحد الصحابة في حضرة النبي أو وصل هذا إلى النبي فأقره، كان هذا إقرار من النبي، كأن النبي قاله تماما، أي كقوله. وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر. ما ينفعش النبي يقر أحد على منكر، حاشاه صلى الله عليه وسلم، هو بيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإنما استطاع فبلسان. يبقى هو يشوف المنكر ويسكت؟ حاشاه. إذن ما صدر من الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال كأنه صدر من النبي، وكذلك الفعل. فقال: مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. إيه سلب القتيل؟ إيه يعني؟ مين يعرف سلب القتيل يعني إيه؟ إيه؟ تماما. يعني انا دلوقتي في حرب مع المشركين، وجيت رحت قتلت هذا الرجل المشرك، ووقع امامي جثه هامده، فالراجل ده كان معاه سيف، والسيف ده ربما كان سيف ذهب، ومعاه سره دنانير، ومعاه حاجات كتير قوي، هاخدها دي كلها وتبقى من السلب الجائز في الحرب. ليه؟ لانني صاحبه الفضل فيه تخليص العالم من شروره. ماشي؟ فيدوني زي جايزه كده. واضح؟ فسيدنا ابو بكر يعني كانه قال هذا والنبي اقره على هذا. وفي مثال اوضح من هذا مشهور، اللي هو لما ذهب سيدنا سلمان لسيدنا ابي الدرداء، وجد سيدنا ابي الدرداء ده زاهد في الدنيا وحالته بقى يعني تقشف وكذا وصائم، فقال له يعني كل معي، قال انا صائم، قال تفطر. اخوه بقى، ما هو اخوه في الاسلام، اخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قال له تفطر، راح مفطر. جه بالليل بقى قيام الليل، بيقوم الليل كله، فالنبي فسيدنا ابو الدرداء قال له لا، سيدنا سلمان قال له لا نام. فجه يقوم بقى صحيله بقى طول الليل، جه يقوم تاني مره ثانيه قال نام.
فراح نايم. جه قبل الفجر قال له خلاص بقوم صلي ركعتين كده قبل الفجر. فلما قام الصباح بقى فقال إن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك فأعطي كل ذي حق حقه. وجد إن زوجته يعني خلاص ست تنتظر الموت تقريبا خلاص يعني لا يعني كأن زوجها غير موجود مع راجل زاهد في الحياة الدنيا صيام وقيام وبتاع وهي خلاص. فسيدنا أبو بكر سيدنا سلمان نقل ده وده خلاف الشرع ده خلاف ما رأيناه من النبي. النبي مش كده عليه الصلاة والسلام ده يضحك مع أهله وصلى الله عليه وسلم ويلعب مع الأولاد وكذا ويأكل ويشرب ويجاهد في سبيل الله وإذا حضرت الصلاة قام. حياة الناس تحيا فيها وتحب دينها ودنياها وكذا. فلما وصل سيدنا أبو الدرداء راح جري على النبي قال له يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا وقال سلمان كذا. قال صدق سلمان. فيبقى صدق سلمان دي معناه ايه؟ يعني كأن النبي قال هذا. حتى ان بعضهم قال قال رسول الله ان لبدنك عليه بعضهم اورده حديث. وربما كان هذا يعني كان سمعه من النبي وقاله فاقره النبي عليه. ممكن جائز محتمل يعني. ما هنا بقى ده لفظ. هنجري فيما اجريناه في اللفظ. اذا كان في امر فالاصل في الامر انه للوجوب سهله لكن هي مشكله في الفعل. الفعل احنا لغايه دلوقتي محتارين فيه. لازم من دلاله من سياق او من كذا تدل على اي الاحكام. ماشي؟ نعم؟ مش سامع. مساله امير نفسه يفطر او ما يفطرش. مالها؟ اللي هي مساله اللفظ. الصائم امير نفسه ده حديث. اه ماله بقى؟ اه سيدنا ابو الدرداء اه ما هو افطر طبعا مش في رمضان اه وافطر ده في يوم عادي اه فهو الرجل ما يرتكب حراما ولا كذا هو فعل الاولى ايه الاولى ان هو يحافظ على نفسه وخلاص الرجل بقى كان منسحب من حياه الدنيا واخد قرار ان هو يروح خالص فسيدنا سلمان قال له لا ما لا ليس هكذا لابد ان تحافظ على نفسك وعلى بدنك وكذا حتى تكون عبدا قويا والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. طيب قال واقراره خالد بن الوليد على اكل الضب متفق عليهم. طبعا سيدنا خالد كان رجل مقاتل ورجل قائد وبتاع فياكل اي حاجه مش حلال يعني مش مشكله. طيب وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه. الحالتين السابقتين قول وفعل في حضرته. النبي جالس قيل قول او فعل فعل امامه فاقره. لكن اذا كان هذا حدث بعيدا عنه في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. واضح يعني اذا نقل احد الصحابه له حالا او قالوا والله يا رسول الله ان فلان من الصحابه يفعل كذا فاقره لا باس. كعلمه بحلف ابي بكر رضي الله عنه انه لا ياكل الطعام في وقت غيظه ثم اكل لما راى الاكل خيرا له كما يؤخذ من حديث مسلم. نقلوا له قالوا له ده سيدنا ابو بكر حلف قال مش هاكل طول ما انا متضايق كده لن اكل الطعام وانا في هذه الحال ثم اكل. قال لا انا ايه اللي بعمله ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراح اكل. فده ايه النبي اقره عليه. قال النبي قال كده من حلف على شيء فرأى ما هو خير منه فليفعله وليكفر عن يمين. اليمين ما يمنعكش عن الخير. اليمين لا يمنعك عن الخير. واضح؟ نأخذ النسخ ولا تعبتم؟ طيب أنا أقول التعريف بتاع النسخ عشان النسخ ده طويل معنا. نقول التعريف بتاع النسخ. النسخ الأول عشان نعرف هو أمر في الأصل أنه بين الشرائع أن يأتي الله سبحانه وتعالى بشريعة تنسخ ما قبله يعني ترفع الحكم ما قبله. والقرآن الكريم نسخ الشرائع السابقة. قال تعالى ومهيمنا عليه خلاص انتهى. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه بصحف توراة أو كذا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي غضب قال له انت ايه اللي بتجمعه ده ما هذا.
جئتكم بما هو خير منه. خلاص ده يعني ده أصبح تاريخ، رغم يعني حتى ما فيه من تحريفات وكذا، لو فرضنا أنه ليس فيه تحريف صار تاريخا خلاص. وفي أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن الناس تتعلق بالقرآن الكريم وتترك ما سواه، ماشي. فالقرآن نسخ ما قبله من أحكام التوراة وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى جرت سنته أن يحدث نسخ في الشريعة، نسخ داخل الشريعة لحكمة أنا أعرف. قال لك أما النسخ فمعناه لغة الإزال، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته. الشمس تأتي ففي ظل، كل ما الشمس تشرق وتزداد في الارتفاع كل ما الظل يذهب، إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلت زي ما هو كده، يبقى نسخ بمعنى إزالة ونسخ بمعنى نقل، كوبي يعني، كوبي ده يعني نسخ، اسمه نسخ. إذا نقلته بأشكال كتابتي. وحده شرعا، تعريف بتاعه بقى شرعا، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. تعريف طويل، كلما قل التعريف كلما كان أحسن، لكن كل دي قيود مهم. تاني بيقول حد النسخ، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. نشرح كده المره دي وبعد كده ان شاء الله ناخد تفصيل ببساطه خالص. يبقى النسخ اول صفه فيه انه ايه؟ خطاب. ايه تعريف الخطاب؟ خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. يبقى فيه خطاب من الله عز وجل، اي كلام توجه الينا نحن المخاطبين اقتضى حكما. يبقى النسخ جاء بحكم. اول حاجه نعرفها في النسخ ان هو ايه؟ جاء بحكم. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت. يبقى تاني حاجه نعرفها ان هناك لابد في النسخ من حكم رقم واحد وحكم رقم اثنين. في حكم هيجي الحكم رقم اثنين يرفعه. يعني ايه يرفعه؟ يزيله، يوقف العمل به. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يبقى فيه فترة زمنية. خطاب يأتي أولا بحكم، ثم يأتي خطاب تالي بعده بحكم يرفعه. آدي معنى النسخ، بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، لولا هذا الخطاب الدال لكان ثابتا. لكان اللي هو مين؟ الخطاب الأولاني. لكان هذا الخطاب المتقدم ثابتا مع تراخيه عنه. يأتي لابد من فترة زمنية. يعني لو جاء عموم وخصوص، وهذا الخصوص رفع هذا العموم في آية واحدة أو في
سورة واحدة أو كذا ما يبقاش نسخ. واضح؟ يعني لو جاء في زمن واحد آية فيها أو حديث فيه عموم وخصوص والخصوص ده رفع العموم ما يبقاش نسخ، مش تبعه. ماشي؟ يبقى هذا هو النسخ. طبعا النسخ هذا خلينا يعني إن شاء الله بإذن الله ندرس أقسامه، ونسخ في القرآن ونسخ في السنة ونسخ في كذا ونسخ في كذا. أحد، انتبهوا، أنه أحد مداخل المناوئين للدين هذا النسخ، الذين يتلاعبون بأحكام الكتاب والسنة، يعني هذا أحد المداخل التي يدخل بها للطعن في القرآن والطعن في السنة، فهو مهم جدا. ماشي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن نكون من حماة هذا الدين ومن المدافعين عنه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من أهل طاعته وأهل قربه، وأن يمن علينا بالقبول، وأن يكرمنا ويكرم والدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا الختام. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا. الله الله يا رحيم على مسلمين، يبعد سلام في كلمتين يا هلا الله، وسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء.